أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ما زلنا في رحلتنا المباركة مع الصلاح والإصلاح، حيث أن العودة إلى صلاح الإنسان وصلاح الكون وصلاح الأرض كما أراده الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ الحكيم العليم هو أحد أهم أسباب العودة لنهضة هذه الأمة. لن نستطيع أن نعود بأمتنا إلى ما نحلم به جميعا إلا بأن نعود إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. أي جهاز تشتريه، سيارة، أي شيء، عندما تلتزم بتعليمات التشغيل التي وضعها المصنع والمصمم، فهذه الآلة تعمل على بأحسن كفاءة وبأحسن أداء. وكلما ابتعدت عن هذا الأمر كلما حدثت مشاكل وأعطال و و و و وكذلك الإنسان. ولله المثل الأعلى. أنت خلق الله سبحانه وتعالى. الله خلقك على هيئة معينة، خلق جسدك ثم ربط هذا الجسد بالروح فتكون ما قلنا عنه من قبل النفس. قلنا أن أشبه شيء بهذا الأمر هو مثال السيارة. السيارة هي الجسد، والروح هي الراكب أو السائق الذي يقود هذه السيارة، ووجودهما معا يشكل النفس. ولأن النفس كما يقول الشعراء، أحد الشعراء، والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. من طبيعة النفوس أن تظلم إلا أن تكون هناك علة مانعة. قالوا أن العلة قد تكون الدين أو العقل أو العجز. هناك إنسان يمنعه دينه من أن يظلم الناس، وهناك إنسان يمنعه عقله من أن يظلم الناس، وهناك من يمنعه عجزه، هو إنسان ضعيف لا يستطيع أن يظلم الناس. فأفضل شيء أن تكون هذه العلة هي الدين. لذلك أنت حينما تقود سيارتك هناك كثير من قوانين المرور التي تحكم حركة السيارة. ولله المثل الأعلى. كذلك هناك الكثير من القوانين التي تحكم حركة النفس في هذه الأرض، وإلا ستصطدم مصالح الناس وتحدث مشاكل ونزاعات وصراعات. فلذلك جاء الشرع لتنظيم حركة النفس في هذا الكون، حتى نحمي الإنسان نفسه
ونحمي المجتمع. حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بحرمة السرقة أو بحرمة الزنا، أي حكم من الله سبحانه وتعالى، السارق نحن نحمي المجتمع منك فلا تسرق، نقول لك لا تسرق، نحمي المجتمع منك، ولكن في نفس الوقت نحميك من كل المجتمع. تخيل هناك 1000 سارق ونقول لهم لا تسرقوا، فأنت تستفيد أكثر بهذا المنع أكثر مما يستفيد المجتمع من منعك للإيه؟ للسرق. فهذا أمر في منتهى الأهمية، فكرة الصلاح والإصلاح. لذلك تكررت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن أكثر من 160 مرة لأهمية عملية الإيه؟ الصلاح. قلنا أن الفعل الأمر المفرد المذكر الوحيد الذي جاء في القرآن جاء في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أن هارون كانت وظيفته أن يصلح بين قومه في غياب موسى عليه الصلاة والسلام حينما ذهب ليناجي ربه. طب أين الصلاح في هذا الأمر؟ من سياق الآيات السابقة واللاحقة ندرك في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أي أن هؤلاء القوم لما ثم تركوا مصر، وفي مصر الناس في مصر تهوى عبادة العجل والأصنام، ولذلك لما خرجوا من مصر ذهبوا إلى الأرض المقدسة، مروا بأقوام يعبدون الأصنام، فطلبوا موسى أن يجعل لهم آلهة، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم معجزة. الله سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون وفلق لهم البحر، فكان أبسط شيء تفعله بني إسرائيل أن تلتزم بهذا الإيه؟ بهذا الأمر، ولكن هذا من ظلم النفوس. فكان أمر موسى لهارون أن يعيد إصلاح بني إسرائيل، أن يحافظ على إصلاح بني إسرائيل، أي إصلاح دينهم وعقيدتهم. وقلنا أن ولي الأمر أو من يناط به مسؤولية الناس عليه أن يحافظ على دينهم. الغاية الأساسية هي إصلاح الدين، ولا أقصد به إصلاح الدين الإسلامي نفسه، ولكن أقصد به إصلاح علاقتنا بهذا الدين. أنت تصلح كيف تطبيقك للدين، أنت تصلح فهمك للدين. أما دين الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى إصلاح، وتجديد الدين وتجديد مفاهيم الدين كل هذا من الهراء الذي نسمعه في الإعلام. الدين كما هو منذ أن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، الدين لا يتغير، ولكن ضعف الناس المفاهيم التي يجب أن تصحح في فهم الدين وفي تطبيق الدين. فهذا هو الأمر الهام في هذه النقطة. الأمر الثاني أو النقطة الثانية أن عملية الإصلاح يعني الصلاح والإصلاح مرتبطة ارتباط هام جدا بصلاح الإنسان نفسه. فتكلمنا في الماضي عن صلاح الأسرة، ونحن في هذه المرة نتكلم عن صلاح النفس. أنت تحتاج أن تصلح نفسك قبل أن تصلح غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رائع جدا يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما أتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت ذلك فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا. فالماء حينما جاء إلى هذه الأرض الطيبة، الأرض الخصبة، هي استفادت من الماء وأنبتت فاستفاد الجميع، فهي في نفسها صالحة ومصلحة لغيرها، استفادت هي وأفادت غيرها. وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هذه الطائفة الأولى، عفوا، الطائفة الأخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كأنها جيوب صخرية أمسكت الماء، فكلما يأتي أحد يستفيد بالماء لكنها لا تنبت، هي في ذاتها لا تنبت زرعا، فهي لم تستفد من هذا الماء لكنها أفادت غيرها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل على الذي يستفيد من العلم والهدى
ثم يفيد غيره، والذي يمسك العلم أو يمسك المعرفة ويستفيد منها الناس، ومن لا يستفيد منها ولا يفيد الناس. معنى هذا أن عندنا أربعة أنواع من الناس، عندنا صالح مصلح، عندنا صالح غير مصلح، وعندنا مصلح غير صالح، وعندنا غير صالح وغير مصلح، أو فاسد ومفسد. الشاهد من الأمر أن احنا نحتاج الأول والثاني على الأقل، يعني يجب كل أن يكون كل إنسان في نفسه صالح قبل أن يصلح غيره. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن نفسك أولا، فإذا ما تمكنت من نفسك واستطعت أن تقودها وتسيطر عليها تنتقل إلى مرحلة الإيه؟ مرحلة الإصلاح. طب كيف نصلح أنفسنا؟ ذكرنا أن هناك طرق عديدة. نهتم أولا بإصلاح العقل عن طريق العلم وطلب العلم والجد في طلب العلم وإدراك الحد الأدنى من العلم الذي تصح به العبادة، أو تصح به أولا عقيدتك، وتصح به عبادتك، وتصح به معاملتك مع الناس. فالعقيدة يجب أن تكون صحيحة حتى تعرف من تعبد. العبادات تحتاج إلى فقه الطهارة، تحتاج إلى فقه الصلاة، تحتاج كل هذه الأمور من الأمور البسيطة التي يجب أن يعلمها كل مسلم. هذا علم فرض عين على كل مسلم أن يتعلم هذه الأمور. من يعمل في التجارة عليه يتعلم فقه المعاملات، وهكذا. من أراد أن يتزوج عليه أن يعرف فقه، يتعلم فقه النكاح، وهكذا. ثم يأتي الأمر الثاني وهو إصلاح القلب. النبي عليه في حديث طويل آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب في صلاح الجسد كله. فمن المهم جدا أن الإنسان يفهم كيف يصلح قلب. طيب، ذكرنا أن لصلاح القلب في أمور كثيرة، منها قراءة القرآن. وشهر رمضان فرصة عظيمة أن نعود إلى الارتباط بالقرآن، أن يكون هناك ورد يومي تقرأ فيه القرآن. وأبسط شيء أن تختم القرآن مرة في الشهر، وليكن هذا ديدنك أو ديدنك، وليكن هذا أسلوبك في الحياة، أن يكون لك ارتباط بالقرآن يومي، فتختم القرآن مرة في كل شهر، ليس في رمضان فقط، لكن رمضان عامل مساعد، هذا يساعدك على أن تطبق هذا الأمر. أنت نجحت في رمضان، استطعت أن تعيد ترتيب وقتك وأن تدير حياتك حتى تقرأ جزء كل يوم، لماذا لا تكمل؟ الأمر الثاني قراءة أخرى، قراءة التدبر، أن تقرأ بتدبر. ابن قيم جوزية رحمه الله يقول: قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. نحن نقول افعل الاثنين، ليكن لك ختمة كل في الشهر مرة، ولكن ليكن لك حتى مرة في الأسبوع تجلس وتتدبر في آية وتتعلم آية بأحكامها وبلغتها وكل ما يتعلق بهذه الآية من إعجاز، من لغة، من فقه، من تفسير، كل هذه الأمور، فيكون لك ورد مع العلم وطلب العلم، فيستفيد عقلك وتصلح عقلك، وفي نفس الوقت يستفيد القلب بزيادة الإيه؟ بزيادة الإيمان. فقراءة القرآن مهمة في زيادة الإيمان. الأمر الثاني ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني انظر إلى العالم كله، العالم دائما في اضطراب. أي واحد غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى وليس عنده يقين، حينما تحدث له مشكلة في حياته تهزه، يفقد اتزانه، ما الذي يجعلك ثابتا راسخا؟ اطمئنان قلبك. طب وما الذي يجعل قلبك مطمئنا؟ أنك متصل بالله سبحانه وتعالى. هذا الاتصال، هذه العلاقة التي تأتي عن طريق الذكر المتواصل، أنت في حالة ذكر متواصل. يعني قرأوا في سورة القصص لما موسى عليه السلام في كل مرحلة حينما قتل الرجل قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه غفور رحيم. فجاء الرجل قال: إن الملأ يأتمنك ليقتلك. فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم ذهب إلى البنات شعيب أو الرجل الصالح في مدين وجلس، قال: ربي إني لو أنزلت إلي من خير الفقير. فلا عجب أن يكون موسى كليم الله سبحانه وتعالى، لأنه في كل مرحلة من حياتي كلما حدث شيء يناجي ربه: ربي 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 ربي. فلذلك أكرم الله سبحانه وتعالى أنه كان كليم الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة في منتهى الأهمية، عليك أن تفتح هذه القناة من الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، دائما أنت في حالة ذكر لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر المنافقين يقول: ولا يذكرون الله إلا قليلا.
ومن فهم المخالفة أن المؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى إيه؟ كثيرا. حضور مجالس الذكر والحرص عليها، كلما جلسنا في مكان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور تذكرنا بالله وتذكرنا بالآخرة. الناس دائما تجلس معهم تذهب إلى أي مأدوبة بتاع، نتكلم عن العمل، البيوت، المورجج، السيارة، ابني ذهب إلى جامعة كذا، ابني تزوج، كلها أمور دنيوية. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخواني اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى سبحانه وتعالى ويحمدانه. يعني الإنسان يبقى لما نتقابل كأصدقاء نجلس نتذكر الله سبحانه وتعالى، نتذكر الآخرة، نتذكر حال المسلمين وأمر الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، النقطه الثالثه في زياده الايمان في القلب واصلاح القلب البعد عن المعاصي. يعني بقدر الامكان، لا اقول سنكون ملائكه ونتجنب المعاصي 100%، ولكن بقدر الامكان على الانسان ان يسعى ويجتهد في ترك المعاصي. النقطه الرابعه والاخيره هي الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، انفاق المال. احنا لما نقرأ القرآن نتتبع آيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى يتكلم في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء المتقين يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية العظيمة، ومما رزقناهم ينفقون، يذكرنا الله سبحانه وتعالى أولا أنه ليس مالك، هذا المال ليس لك، هو مما رزقناهم. يعني أنت العقل، عندك عقل ما شاء الله، يعني العقل هبة من الله سبحانه وتعالى، الوقت الزمن هبة من الله سبحانه وتعالى، الجسد والصحة لتعمل وتكتسب المال من الله سبحانه وتعالى، الفرص التي تأتيك في الحياة من الله سبحانه وتعالى، العلم الذي تعلمته ممن سبقك، تعلمه ممن سبقهم، ممن سبقهم إلى آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، فالعلم الأول من الله سبحانه وتعالى. كل شيء، حتى الاكتشافات التي اكتشفت العلمية العظيمة، يعني معظمها بالصدفة، الناس تكتشف اكتشافات كثيرة بالصدفة، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أن ما لديك ليس لك، ما بين يديك ليس لك، هو لله سبحانه وتعالى. كان أحد الصالحين دعا صديقا له إلى بيته، فلما اقترب من البيت قال أهذا بيتك؟ قال لا، هو لله وأنا أسكن. يعني هذا البيت هو لله، ليس بيتي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاني حتى أسكن فيه. هذا المال ليس مالك، ولكنه لله وأنت تنفق منه. هذه السيارة هي لله وأنت تركبها وأنت تقودها. هكذا كل هذه الأمور، كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الحياة الدنيا هو لله سبحانه وتعالى. وأكبر شيء أو أعظم شيء تستطيع أن تنتصر به على حب الدنيا وأن يزيد الإيمان هو الإنفاق. ومما رزقناهم ينفقون، والصدقة برهان. وهذا الشهر العظيم الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، كان يكون أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن ندعو الناس إلى الإنفاق وإلى المشاريع التي تستفيد منها أولا وتفيد الجالية. أنا أكرر مرة أخرى موضوع الوقف الإسلامي، أن يكون هناك وقف للمسلمين في كندا، هذه أصبحت ضرورة، أن يكون هناك وقف يمتلكه كل المسلمون، كما أن يكون هناك وقف خاص. لماذا لا نفكر أن يكون هناك هذا الوقف العام؟ لماذا لا تكون لدينا أوقاف خاصة كل واحد فينا يستطيع أن هو يعمل حتى لو مشروع صغير، وهذا المشروع يقتطع منه جزء يكون وقف، حتى مرتبك، يعني عندما تقبض مرتبك كل شهر أو كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب الظروف، تستطيع تقول والله أنا سأقتطع من هذا الراتب جزء ثابت يخدم مصلحة من مصلحة المسلمين، سواء يخدم المسجد، يخدم طلبة العلم، يخدم المرضى، يخدم المحتاجين، الفقراء، أي مصارف من مصارف سواء الزكاة أو احتياجات المجتمع تقوم بها. حتى الأقارب والصلة الرحم، يعني كلنا جئنا من بيئات تمر بظروف مالية صعبة وشديدة،
كلنا يعني مثلا في لبنان الآن الله سبحانه وتعالى يعني يرزقهم ويوسع عليهم، هناك أزمة شديدة جدا في لبنان بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبسبب المشاكل ما قبل ذلك. طب لو إحنا هنا في أسر لبنانية لو استطاع كل واحد أن يكفل إخوته بمبلغ بسيط، أحيانا $10 هنا في كندا بتعمل أضعاف في بلاد مسلمين، نفس الكلام في باكستان أو أفغانستان، المقدار البسيط الذي يعني تستهين به عندما تذهب تشتري قهوة أو بعض الطعام $10 قد تعمل فرق كبير جدا. $10,000 ممكن تزوج إنسان وتسد دينا. يعني أحيانا يتصل بك بعض الناس أنا في مشكلة كبيرة وساعدني، ماذا يريد؟ يريد $1,000. طب $1,000 هنا بالنسبة لنا كألف يعني أمر بسيط، وهي نسبيا لا أقول إن هو، لكن نسبيا سهل، لكن هو بالنسبة لهم بيبقى مبلغ، يصبح مبلغا كبيرا. ولذلك يجب أن نفكر دائما أن الإنسان لكي ينتصر على شهوته وحب المال، ولذلك حتى نجد في كثير من الآيات القرآنية وفي معظم الآيات القرآنية الذين جهدوا بأموالهم وأنفسهم، قدم المال على جهاد النفس. ليه جهاد المال؟ لأنك تظن أنك اكتسبته، أنا اشتغلت وعملت وتعبت حتى أكتسب هذا المال، فتكون يكون ارتباطك بالمال شديد، تمام؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يدعونا ويرغبنا في الإنفاق في هذا الشهر الكريم كما ذكرت. كل هذه الأمور إن فعلناها نستطيع أن نجلي قلوبنا، نستطيع أن نعيد القلوب ونزيل هذا الصدأ وهذا الران الذي ترسخ على قلوبنا. كل هذه الأفعال وأمور كثيرة، أنا بس أعطي يعني مفاتيح، أطرق أبواب، لكن على كل واحد فينا أن يأخذ هذه الأفكار بما فيهم نفسي ونعمل أكثر ونتعلم أكثر حتى نستطيع أن نصلح عقولنا وأن نصلح قلوبنا، ومن ثم نستطيع أن نصلح ما حولنا، ومن ثم تتحول أحلامنا إلى حقيقة واقعة، ليست أماني، ليس بأمانيكم. التمني لا يغير الوضع المزري الذي نعيش فيه، ولكن يجب أن تكون لك حركات وخطوات عملية حينما نسمع أي شيء، يجب أن نأخذ هذا الكلام ونحوله إلى خطوات عملية، وإلا يصبح مجرد كلام يتسرب في الهواء ويضيع، يعني wasted energy، طاقة مهدرة، كلام، تمام؟ والعرب ما برعوا في شيء كما برعوا في الكلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم معجزة كلامية لأنهم أهل كلام وأهل بيان وأهل بلاغة. ولكن الجيل الأول من الصحابة حولوا هذا الكلام إلى أفعال، وبالتالي نجحوا وفلحوا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزيد في إيماننا وأن يصلحنا. اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المصلحين. اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المصلحين. اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المصلحين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم علمنا وعلم بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يسر كل عسير وحرر كل أسير وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان، انصر إخواننا في المسجد الأقصى الأسير يا رب العالمين. اللهم كن معهم وأيدهم وانصرهم. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذا الشهر العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، إلى أبينا آدم وأمنا حواء، واهد ذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.